أيها المشاهدون المحترمون، هيدا المسلسل هو مؤلف من الألاف للياء، فإذا صدفت وطلع اسم حدا منكم بيشبه اسم شخصية فما ياخدها شخصية، ولأنه مسلسل واقعي فكتير وارد يصير هالشي. يعني بالعربي نحن عم نرفع مسؤوليتنا تجاه كل من يظهره التحقيق متورطا، إن كان بحضور المسلسل هو وقرايبينه وعموم العائلات في الوطن والمهجر، أو سمع أو قري عنه، فاقتضى التوضيح وسامحونا. الاستاذ قرر انه انت شخصيا تشتري المزرعه. انا نحن اتفقنا انت بتدرس للوس وانا بدبر لك حفلات. استاذ فهمني، محروس والقناه ودبرنا 3 مليون دولار، بعد في 17 مليون. بتتذكر يا شريف لما كنا قاعدين هالقعده هون مثل هلا وعم ندور على شخص معه مصاري ليشتري المصاري من الجماعه؟ ايه هينا الإناء. ابو دجاج ابو ارانب، المهم صار موضع شك، زيارات الحنون كترانين لعنده. انا بحبه وانا متاكده انه هو بحبني. تخيلي انه لما سمع صوته صار يبكي. شو فاتحين جمعيه خيريه؟ عصابات؟ حدا بيقول لك عصابات يا عزيز؟ ومحروس ابو دجاج من هيدول العالم؟ والله ما حدا بيعرف يا عزيز، الناس مخبيه بتيابها. بعلني بتكون بتعرف الواحد فجاه بتلاقيه شلح الوجه المنيح وبين تحته وجه، يا رب تنجينا. شو هذا؟ قوم شوف لي شو القصة. مين هدول الناس؟ شو في يا شباب؟ قلت لكم بدي اشوف الصابر. لك هيك هيك يا ميت. والله معك سيدنا. محروس؟ نعم محروس. وليش فايت علينا بهالطريقة؟ سيدنا أنا مراقب. ليه بدك تكون مراقب؟ ومين مراقبك؟ ما مشان هيك أنا شايل عندكم. طيب هات لنشوف، خبرنا شو القصة. سيدنا ما بعرفش، كل اللي بعرفه انه عم يصير معي شغلات ما كانش يصير قبل. ما بعرف شو يعني. يعني عم حس باشياء عم تصير معي ما بعرف. ليك محروس، هالحكيات بتقولن لحكيم نفساني، بتقولن لواحد بحضر ارواح، بتقولن لبصار، انا ما بينفعوا معي. سيدنا في ناس بده يخربوا لي بيتي. يعني عم بيضربوا عليك؟ لا يمكن، ما بعرف. رجعنا للحكي الخنفشاري. محروس خبرني شو القصة من الأول. سيدنا أنا عم بتعامل مع عصابة. هيدي القصة من الأول للآخر. والله يا محروس مش عارف شو بدي أقولك، بس بدي هنيك. الناس اللي مثلك كتير قليل، إنه شخص مثلك حالته المادية كتير منيحة بتصحله هيك قصة بالهف لهف. سيدنا أنا كل اللي عامله من عرق جبيني، من الشغل تحت القانون. يعني وقت بتعمل عروضات خاص وجوانح بيكونوا مزبوطين؟ معلوم عزيز. والدجاج اللي عم بتموت ما بتذبحها وبتبيعنا إياها؟ لا والله ابدا، بشيل قلب، يا بتجلس يا بس تتوفى. كبوا عمي عزيز، هديك اليوم اشترينا من عندك كيلو جوانح، اعطيتنا كيلو ونص ببلاش، كان بهم شيء؟
والله انا قلت عندك عائله خليني لقيت عمي عزيز. نعم سيدنا. عم نحقق قصه ثانيه هلا. بعرف سيدنا بس لحق واجى لعنا قلت انا بساله عن كل شيء فرد مره. خلينا هلا نخلص بالقضيه اللي نحن فيها. حاضر سيدنا. لك ما احليها هون مثل الصبي مع خالته شاطر عنا بالحي يعمل ديك محروس. انا ديك وين ما كان خزبل عن اللي بريد واللي ما بريد. عزيز مش سامع شو عم بيحكي عنك. هلا انا بدي اقعد حللكم مشاكلكم بالحي. تذكروا نحن هلا صرنا فريق واحد مش قصه صبي وخالته ودجاج وديك. رامونا مش كل مره بدي اتراجعك وبوس لك اجريكي حتى نظهر ظهره يعني. انا زهقت من ضحكي انت انه كانه ما صار شيء معي مثل كانه حياتي مكفيه عادي مش انقلبت الدنيا كلها فوقيني تحتاني. يا عمي شو صار؟ كل الناس بصير معهم سوء تفاهم، بعدين مش كل اثنين دغري بتركب معهم اول ما يكونوا عم بيتعرفوا يعني. ايه بس انا تعرضت له منه هين يعني. اوكي. ليكي رامونا، انت ما بتعتقدي انه روجي كذب عليكي؟ ايه روحي ورشي. لشو؟ لشو؟ لانك بتفكري فيه كل الوقت. مين قال لك؟ عيونك، تصرفاتك، رديت فعلك لما بحكي عنه، الهبلة كانت لاحظت. اه انه انت لاحظتي؟ كيف يعني؟ ماشي ما رأيت. المهم هلأ مش انت دايما بتقولي لي انه جارتك لازم السيارة؟ تفضلي يهيها عني سهرة قومي سيريها وشجعيها. لا ولا مش حاسبة حسابي مش بحضر حالي خلاص مش هتبين انه راح احكي بحالي على روجي كاب يعني. شو؟ ليه بدي يبين هيك؟ جارتك عاملة حفلة وانت راح تشجعيها. بعدين كوني أكيدة انه ناظم بعد ما عرف انه روجي بيقرب نجمة اكيد ما راح يروح لهونيك حتى لو خزقوا له تيابه. فيلا قومي البسي. أوليك؟ يلا أوليك؟ ايه يلا. كيسك بالنجاح يا رب يا رب. سعيدي راشد أهلا. ليه جاي بكير؟ أهلا. والله أحسن ما يروح علي شي. ما عرفتك الأستاذ فارس صاحب المطعم. يا أهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك راشد جوزي. أهلا أهلا تفضل فيك. اهلا. هلا انت جوز الست؟ ايه نعم. ايه تشرفنا. يا اهلا 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 نجمي. اهلا تفضل تحكيني شوي عملي معروف. إيه بالاذن منك إيه استاذ فارس. تفضل تفضل تفضل. شو في راشد؟ ليكي نجمي اوعى يجرب حدا يعرف عني جوز الست والله بخرب الدنيا. شو بعمل يعني؟ بكتب عنوان انه ما حدا يعرف عنك هيك؟ ما هن بيعرفوني الي انا. ايه بس ما بيعرفوني لالي انا. بعدين عمالك عمالك شو مبين صرتي خوش انت والخواجة؟ مين فارس؟ ايه فارس. ايه قاعدة انت وياه مثل فارس من جود. بتتذكري فارس من جود؟ مش عايامي بس حاضرة الاعادة. وشو قصته فارس؟ هيدا بيكون هو من غير قبيلة ومغروم بنجود ونجود بدها نبتة موجودة بالجبل. ولك عمالك عمالك يا عمي عمالك يا عمي عمالك عم بيحكي عن هيدا فارس. هيدا الشفنكة اللي هون. فارس؟ ايه ايه فارس كتير مهضوم وبيغني. عملي لي ايه هلا فارس الغناء العربي هلا. ليك راشد ما تبلش هيدا شغلي وانت جاي معي على الشغل لحتى يكون كل شيء تحت نظرك. شرف هلا نقعد على الطاولة وابتسم لما يقول الزلمة في شيء. تفضلي. يا هلا يا هلا يا هلا فيك يا هلا فيك يا هلا. كيف بدي كفي معهم باللعبة يا عمي؟ بدك ياني جيب مليون ونص دولار وكبهم هيك بالهوا؟ لا هي يا عمي شو بك؟ قد ايه قيمة المصاري اللي مع العصابة؟ 20 مليون. وهن قد ايه بدهم حق؟ بدهم 5 مليون. يعني أنت بدك تاخذ 5 مليون وتروح لعندهم. بتعرف شو سيدنا؟ احبسوني. خي احبسوني. قديش بدي نحكم؟ 5 سنين؟ 10 سنين؟ هيك بعرف بس اطلع مصرياتي لي وعائلتها بتتبهرش. يا عمي روق روق شو بك؟ معه حق سيدنا، معقول ياخذ 5 ملايين دولار وروح يعطيها للعصابة؟ في شيء مش منطقي. نحن رح نوهمهم انه معنا 5 مليون دولار لنجرهم يجيبوا مصريات. فهمتوا ولا لا؟ لا. يا عيني يا عيني وعصابات رح نلقط. يعني جوز ما شاء الله. والله يا سيدنا انا مش قد هالشغله، شوفوا كل حدا تاني عم. لكن لشو جيت لعنا؟ حتى تحموني
مش انتو بتحموا الناس من الحرامية والزعران؟ من؟ ها؟ هيني أنا ملحقين الحرامية والزعران وجيت وقع بعضكم. محروس شو بالك؟ اللي بيشوف فتلة شواربك بقول بتاكل خمس رجال عالترويقة سكر كابك؟ سيدنا مش انت بتقول انه الناس مخباية بتيابة؟ خطلك يا مصر. عزيز؟ شو بك انت كمان عملت مثل هذا المثل؟ جبنا القرع لشجعنا، كشف عن قرعته وفزعنا. ها؟ سكتنا. انت بتبعت ورا روجيه وبتاخد معك شنطة مستف على وجه دولارات وبالكعب ورق، بتقعد انت وياه عندك بالمطعم على طاولة مقفية وبتفرجيه المصريات. وبقول لي انا رايح اقول للجماعة انك جاهز. عفيك، وانت ما بقى رح تشوف صورة وجه حدا منهم. ليه بقى؟ ما بدو يتأكدوا؟ وبركي روجي عم بكذب عليهم؟ مثل ما فهمت من محروس انه روجي مستعجل يختني، وهذا الشيء عم بيخليه يغلط اكثر من غلطه. بس الصبي بيع، وما تنسى انا جاي لعندي لهون قبل بمره ومحقق معه. الصبي فتح ما بيشي الله يخليه لاهله. ايش بده في يا عمي؟ شو بك رجعنا للدراما؟ روجي رح يتصل فيهم ويقول لهم انه دبرت زبون، يعني بيع المزرعه ما بقى لها طعمه، وهن شوي مستعجلين، يعني رح يحددوا موعد قريب للتسلم والتسليم. وانا باخد شنطة المصريات وهني بجيبوا المصريات المضروبين، انا بعطيهم مصرياتي وهني بيقفصوني وبيهربوا. ونحن شو نسيتنا؟ لا ولو انتو بتسمعوا رصاص بتركضوا لي وبتجيبوا الاسعاف، يا بتلحقوني يا ما بتلحقوني، وبترجع بتبعتوا دورية وراهم. هي الخطة سيدنا؟ يك أخ، شو بده يحكي الواحد؟ تعرف شو؟ أنت اليوم عندك سهرة ولا لا؟ بلا عندي. طيب، بتروح على سهرتك وبتكمل حياتك طبيعي، وأنا بكرة بتصل فيك ومنكمل حديثنا. يلا. طب ليكي؟ انه مش رايحين شو بكير؟ كلام انا ما بعرف وين المحل، بعدين بعيد. يلا حسبت انا راح عم فحص. يا عمي شو حكينا؟ نحن اللي بدنا تبرير منهم. شو هالسهرة الحلوة مبلشة بحط المتريس؟ يرامونا نحن رايحين نتسلى ولا شو؟ طب انت اكيد انه صوته لشريف حلو؟ انه ما بعرف، انه سمعته كم مره هيك عم بيرندح ما بيشي، بس انه يغني ما بعرف. ليك زينه انا ما بعرف جنب بهالموضوع، اذا طلع صوته مش حلو رح اعمل حالي انه متضايقه ودايخه وراسي عم يجعني. ايش يعني بنتركه ونرجع؟ ايه بتوصليني على البيت، واذا بدك كفي سهرتي كفي، انت حره، بس انا اقعد كل الليل اتحمل واحد عم يزيزق فوق راسي مش وارده. طيب وبركي رجع قال هو بده يوصلك؟ لا 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 ولا ممكن. بقول له اصلا انه ما في يترك شريف لوحده، انه بركي تضايق وبطل يعرف يغني. وبركي قال بده يروح معنا؟ بتقلي رح وصله وارجع. طيب اوكي فينا نمشي هلا. ليكي دقي لشريف شوف اذا وصل. لك ما عمي ما قلت لك عم نطلب سربريز. مش ضروري تقلي له انك رايحه، قلي له عم بطمن عليك، بشرفك بدنا نكون اول واصلين. بالعكس ما اذا رحنا بكير نجمة بتدبر لنا محل منيح. يلا. ايه معقوله ما يكون في محل؟ شاورك سيدنا تزبط مع محروس؟ يا زلمة حدا بيقول انه شخص مثله بيخاف هالقد؟ معلي سيدنا بس الشغلة منا هينة. بعدين تعالى معقول قاعد عم تنمر عليه وهو فزعان؟ سيدنا معقول يصير في قواص؟ انه كثير كثير معقول يصير في قواص، يعني الجماعه عم ببدلوا 20 مليون دولار، انه شو مفتكر يكون في رش رز وزلاغيط وورود يعني؟
لا انه يعني في خطر علينا. الله يشد الظهر فيك، انا كنت عم شجع محروس، بدي شجعك لك كمان. لا سيدنا، بس الواحد صار عنده عائلة، صار يفكر 100 مرة بالشغلة قبل ما يعملها. إذا بدك بحطك إسناد أو بغرفة العمليات. لا سيدنا، معقول يتركك لوحدك؟ مني لوحدي، الشباب كلهم معي. شو حياتي أغلى من حياتك؟ يسويني ما يسويك. قبل ما سافرت على دبي كنت اشتغل على الخط، عشان سايق فريق أكتر من الركاب. يعني ما تغير عليك شيء، بعدها هي هي. ايه بس ما بقى لي جليد اشتغل على الخط. طب ايش اللي بتشتغل على الخطين؟ ايه لانه انقطع هيديك الخط. اسمع، مره قرروا الشوفيريه يغلوا التعرفه من الالف ليره للالف ومئتين وخمسين، فقامت قيامه التلفزيونات والاذاعات، وطلع الوزير على التلفزيون وقال انه التعرفه بتضل الف ليره، فما حدا رد عليه، وضل الشوفيرية ياخدوا 1250. شوف واحدة واقفة على الطريق، لوين؟ قالت لي لقدام شوي، قدي بتريد؟ قلت لها 1250، قالت لي ولو ما امبارح قالوا بالتلفزيون انه 1000، قلت لها ايه؟ ركبي بالتلفزيون. والله يا ست نجمة عندك هالزلمة بينشرب مع مية العكرة. ولك وينكم يا عمي؟ وينكم؟ عالم؟ لو اجوا العالم وانتو بعد ما شرفتوا كنت شفني واقفة على اجري. يا عمي انا اضطريت اقطع جيب الشباب معي واجي. كلهم؟ كلهم، بس المشكلة انه ستاف قعدت قدام والشباب كلهم مع قطعهم قعدوا ورا. وينهم هلا؟ يا حني نازلين عم جيبوا قطعهم نازلين. ايه تحت تحت، عارفك عفارس. وينك؟ انا عطلك يغني قبلك ويقدمك. يا فارس ولك صاحب المطعم. ولك يا نجمة انت بتجنني. بس لا تعرف قيمتي، تعقد معنا. سعيد يا جماعة. لك يا يا أهلا بالنجم، أهلا بخليفة عبد الحليم حافظ. يا أهلا. عود تفهمك كلمتين قبل ما تطلع المسرح. الأستاذ فارس بيغني وبيقدم، وبيقدم صحن حمص ما في مثله بلبنان. في مثله. يا هلا يا هلا يا هلا، نورت نورت. لا تبغزوني، اشتأخرت شوي، كان عندي شغل ضروري. من اول ما وصلت عم دق لك خطك مسكر. وركسكتي طفايته ونسيته مطفي، هلتني دورته. سعيدي يا وادم. يا هلا يا هلا. استاذ فارس بتعرفه؟ استاذ شريف انت عم تعرف الناس عليه، والاستاذ راشد جوزي. يا هلا يا هلا يا هلا. هلا حضرتك جوز الست نجمي؟ ايه ايه ايه، انا جوزة للست نجمي. يا هلا يا هلا يا هلا فيك. الزلمة تبع الطبع تبع طق الحنك والانشراح والبسط، يعني بزيت العصابة. وانت كمان بالعصابة؟ عصابة البسط والانشراح. ايه. يا هلا يا هلا يا هلا. بالاذن يا جماعة. ايه اذنك معك، تفضل. ولا شو يجوا الناس؟ يلا. شو شباب، ماشي الحال؟ ايه ماشي الحال. تعشيتوا؟ ستاف عم تعشى عنا كلنا. لا مش معقول، انا لازم احكي نجمة. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا، تفضل شرفتوا نورت. يا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. عجمتي بعد ما سمعت هالصبي قال اه، بني عم نشتغل على الثقة. انت مش سامع وعم بغني؟ لا ابدا، ليش انت سامعه؟ ولا؟ ما عندكم ثقة بذوقي؟ بلا عيني بس يا اختي ابا. اسمحي لي بكلمة على جنب. خير في شيء؟ لا لا هيك بس سؤال صغير. شغلت لي بالي. الفرقة بعد ما تعشوا. ولو؟ ما أول ما وصلت قلت لهم حضروا لهم طاولة. يعني حضروا يعني، بس ستاف هاوفارتا يحرق عرض هالبنت، شو جرصة؟ خلص ولا يهمك، هلا بقول لهم حضروا لكم طاولة تانية. ولك كبيرة يا ست نجمة انت، يا نصيرة الفن والفنانين. بس المهم
بيضوع. أنا بدي رقص لك العالم على الطاولات، على الطاولات والكراس ما تعترف. دخلك روجيه ما شفته أنا وينه؟ لك شو عرف الناس؟ قال لي بده يساعدني ببيع البطاقات، آخر النهار إجا أخذ بطاقتين عزيمة. يا هلا يا هلا يا هلا يا أحلى بالجارة يا أحلى بالأخت. يا هلا تفضل تفضل. شو؟ يا هلا ان شاء الله كل شيء على ذوقك. ايه الحمد لله كل شيء تمام، ما كان بنقصنا الا وجودكم. انه موفيه معكم؟ ليكي جورجيت ما تبلشي احسن ما يطلع حليب النوال. يا عمي شو قلنا؟ عم بتطمن. ايه اطمني. ما سالتيني عن للوس؟ ايه يقبرني شو؟ نام؟ نام؟ ان شاء الله بابيك يضل واعي ليقدر ينايمه. ايه تفضلوا تفضلوا يا اهلا وسهلا. تفضلوا. لك شو هالجمعه الحلوه هيدي؟ كل الحبايب هون، مين قدي انا مين؟ يا هلا يا هلا تفضل عمي. وين النجم الكبير؟ بالاذن حبيبتي رجع. لك يا روجي طالع لعمك، منك هين يا صبي. عمي رح اترك سندي معكم امانه. ها بالقلب عمي بالقلب. تفضل لك عراسنا من فوق. اوعى تزحف. لك ما انا قلت لهم، قلت لهم ما في الا نجمه وحده بالسهره، نجمه النجوم. بس لو ما حكيتك حلوين. ما تبخزيني بس ما في يعبر عن احساسي الا هيك، ما في يخبيه. لك خجل. بس بدي اعرف هالشاب شو كان عمل لو ما انت تسحبيه من غيه بالمجهول. انا بقول كان 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 بعده بالغيه. شو شيخ روجيه؟ خيي حبيبي يا عالم يا هو، اتذكروا مزبوط، هيدا الشاب بده يصير اهم نجم بالعالم العربي. يخرب بيتك غرستني. لك شو قصتك انت؟ شو ما عملنا معكم بيعجبك؟ عم بعمل لك دعايه منيح. ممنونه. لك بدي اياك تليلي تسلطن وتغني مزبوط لانه هي قطع. يا شو في؟ العمليه يا ترين، العمليه هي قطع ماشي حالها. قول الله الله. شريف ليلي بدي اياك تسلطن وتخلي قلوب الناس تنط من مطرحها مثل ما قلبي انا رح يفز من محله. انت مين جاي ده؟ مش جاي مع حدا، في حدا جاي معي. طلع هونيك. منين ملقط فيها هيك؟ اخ يا صديقي اخ، شو بدي احكي الواحد؟ الله يساعد العالم. ما بقى بدي السهرة، بكفي انكم جيتوا. يا ملعونش مبينة حلمي يا بسي. كيفك نجمة؟ يي زنزون بشرفي ما بقبل بدكم تقعدوا على طاولتنا. تعالوا لعرفكم. يا اهلا بالجيران يا اهلا بالجيران. هودي مش جيران، هودي اهل واكتر. يا الله. الاستاذة رامونا يوسف. دموازيل زينة صديقتنا. شرفنا. الاستاذ فارس صاحب المطعم. شرفنا. الاستاذ محروس صاحب مليشة الفروج الحي. دموازيل ساندي. اوكي. ما خبروني الشباب انكم مين؟ ما نحن حبينا نعملها سيربريز. قلت لي معك حصان؟ فرس اصيله. ادبر لك شحمار تسرب عليه لانه زينة ورامونا. شو؟ لما قلت لي انهم جايين؟ يا روجيه حبيبي انا ما كنت عارف. شو بدي اعمل هلا يا شريف؟ ليك روجيه دخيل عرضك ما توترني، انا ما عود بعرف غني. طيب ليك انا رح فوت على المطبخ هلا بشوف شو بعمل. الله يستر. انت جورجيت عن الصبي؟ ايه قال نام. ايه عال عال عال. دخلك استاذ فارس؟ مش قليل شوي الناس؟ نحن بعنا كل البطاقات واللي بيجي اهلا وسهلا. مين هاد قاعد بوجهك؟ هي بتكون بنته لصاحب المطعم. بنته؟ لا؟ قولي حطه؟ صوتك عن جرسينا. منيح انت سألتيني. وينو دخلك هذا خويجة شريف؟
حياتك بكون عم بحضر حاله. شو نازع على ماتش فوتبول هو؟ هاد بدها؟ كلها رح يوقف ويغني. لا بس انه هن هيك بحضروا حالهم. وينو سمو الامير؟ مين يعني؟ كروشي. اي دخلك وينو؟ ما بعرف. رح اسال نجمش. مجنونه؟ تطول من قتل حال عليه؟ كيسكن يا صبايا؟ كيسك نجمه؟ كيسكن؟ الو مرت عمي روجيه معك وعطولي اسمي. ايه انت هلا ليكي مرت عمي انا بالمطبخ بالمطبخ. كف دغري في مفرق على اليمين. لك شو عم تعمل بالمطبخ؟ بشرفك ولو بدي اياكي تعملي لك شي طريقه تطيري لي هالبنت اللي اجت معي فغليليها. ايه ساندي. ايه ساندي. ليش شو صار؟ لك زينة ورامونا اجوا لهون ما بدي اياهم يعرفوا اني اجت معي ولو بشرفك. طيب ولا يهمك انا بدبرها. ميرسي حبيبتي بحبك كثير. الو معلم شفيق بدي تاكسي على مطعم السهر في صبيه بدي اوصلها على بيتها هلا. ايه يعني ايه عال عال يلا نطرتك باي. دموزيل ساندي؟ نعم. بالإذن شوي. عن إذنك. لا تتأخرش عمي. مش هتأخر. نعم. ليك حبيبتي بدي إياكي واعي وموزون. تلفنوا له لروجيه وقالوا له إنه بيو وقع وغيب عن الوعد وأخذوه على المستشفى وهو طلب لك تاكسي، تلفن لي لقل لك وهلا التاكسي رح تاخذك على البيت. وأي مستشفى هو لازم يكون حده؟ ليكي ما لاحظ؟ شفتي شفتي؟ يلا مش ضروري شو بدنا نعمل الأعمار بإيد الله. ميت؟ لا بعد بس التاكسي صارت واصلة، أوكي؟ ليك على فكرة حطوا له وعجي بالسيرة لأنه روجيه ما بده يفقس الجو. فظيع هالروجيه بضل منتبه على كل شيء. تاخذوني يا جماعة أنا مضطرة أمشي صار عنا ظرف بالعائلة وإن شاء الله تنبسطوا. خير في شي من زادك بشي؟ ميرسي كلك ذوق. بعينك تفلي والله. باي باي. الله معك عمي. باي الله معك. مرحبا شباب. هلا يعطيكم العافية. كله تمام؟ شو هاي الساعة ببلش؟ نحن ما رح نبلش في صاحب المطعم بده ينكت نكتتين وبعدين بده يغني برجع بنطلع نحن. بده يغني؟ ما تمرنا معه. شو بدك تمرن معه؟ كاتب يغني نواري ودبكه وطبل وزمر وبس شيء من قريب. شريف انا رايح على الطاوله والبنت اللي كانت معك سفرتها نجمه بعدين بشرح لك. مرحبا زلم. روبن هود؟ شو عم تعمل هون؟ والله عندي صبيه بطون. شو قالك عم بعمل هون؟ جاي اسهر. يا اهلا وسهلا فيك حبيبي. ليك كيف المانيا؟ والله امبارح بعدني ظاهر ما بيستغنوا عني هناك ما فين يضربوا ضربه بلاي. وانت على طول بتجي لهون نخلك؟ لا والله اول مره جاي خصوصي كرمال مطرب الفروج. هاي هاي زينب. كيفك؟ منيحه. وانت كيفك رمونا؟ منيحه. كيفك انت رجيت؟ الحمد لله منيح. رامونا في عنا اشياء كثير نقولها لبعضنا بس بالاول جاي افتح معك صفحه جديده ويلي بدي احكيه هلا بركي من اجله لبعدين. روجي انا وانا كمان بالاذن. Thank you.
جميعا اهلا وسهلا بالموجودين، تحيه كبيره لكم وان شاء الله نقضي سهره حلوه معكم للصبح بمطعم السهر. بدنا نخبركم نكتة مهضومة كتير. واحد بخيل كتير عنده كلب بده ينزله على الساحل، قال له وسيبه، قال له اشبك يا حنا، انزل انا والكلب اشبك تاخد مني من الاخر، قال له باخد منك 6000 وعلى الكلب 2000، قال له فيكش تحسبنا كلبين؟ قال في بركشي راحت تتسهر رجعت مبسوطة كتير، قالت لها ماما ماما، قالت لها اشبكي يا ماما، قالت لها كتير انبسطت اليوم، قالت لها بقاش خبريني، قالت لها اش بدي خبرك يا ماما، كل السهرة يزقفولي. يلا بدنا زعفة كلنا سوا، يلا يلا مرسيدس كحلية مسكرة الطريق يا شباب، ماله معروف. عميد شاهين اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. هيي وصديقي وحبيب قلبي المعلم محروس الهبر صاحب مليشة ومطعم الفروج الحي. تحية كبيرة للمعلم محروس، زقفوا له. معلم محروس هو راعي هالحفلة وراعي المواهب الصاعدة. ومن بيناتهم الشاب الحلو يلي بده شق طريقه بالفن، زقفة كبيرة للمعلم محروس، وكمان بزقفة وهيصة منستقبل حبيب القلب يلي عم بشق طريق الفن، هو المطرب الصاعد المحبوب شريف عبده. حبيب القلب شكرا. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم، بتمنى انه اقضي سهرة حلوة انا وياكم، مرسي. مرسيدس الحليب سكر الطريق. I'm the healer.
سواح وانا ماشي لالي سواح ولداري بحالي سواح الفرقة يا جالي سواح ايه اللي كراني سواح وانا ماشي لالي سواح ولداري بحالي سواح الفرقة يا جالي سواح ايه اللي كراني وسنين وانا دايب جواحني عن زرم بس طريق سنين وانا دايب جواحني عن زرم بس طريق يا بنت السلطان يا بحن على الغلبان والمية في ديك يا حلو حسومك عطشان يا بنت السلطان يا بحن على الغلبان والمية في ديك يا لولو حسومك عطشان اسقيني اسقيني حتى المية في ايدك سكر اسقيني اسقيني حتى المية في ايدك سكر عزيز شو هالمفاجأة الحلوة ما كنت عارف انك جاي ما توخذوني يا جماعة بس انا كمان ما كنت عارف انا جاي بمهمة خير شفي اجتنا اخبار انه في سيارة مسروقة وشافوها برا شريف لوين رايح؟ راجع راجع ستاف دق الفور وكون رجعت يلا شو يا سعد؟ أهلا سيدنا يا سيارتك والله يا سيدنا ما كنت عارف أنه مرسيدس بس قلت بخلص السهرة وبرد له إياها إيه هلا بتكفي السهرة عنا سيدنا شريف خذوه يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا شي طبيعي انه يختفوا بس يشوفوك هلا هن شو فكروا فكروا نحن جايين نكمشهم بس هيك منيح لانه هلا بيكونوا خبرون انه نحن كمشنا سعد كرمال سرقة السياره تا هلا اني شو بدنا نعمل بمحروس ركز معي وفهم منيح شو راح يصير بس ما بحق له كيف بده شنطلنا يا عمي هيدا بيته وهو حر فيه بس هيدا بيتنا نحنا كمان يلا ماشي الحال ما نحنا مش راح نباحي عم يعرض علينا شقة بالشارع اللي ورانا بدي أسأل رمونا عمالك يا عم عمالك عمالك كيف جاي وحدك؟ محروس هذا أنا نائب نظري ما أنا حاسس إنه رح يخترب بيتي حاجك خيفان شباب مطوقين المحل وأنا ما حدا مشتلق علي خدني قعدني هونيك بالزاوية واتصل بروجيه خليه يجي هلأ بركي جاء حدا معه بيكون أحسن هيك منعرف مين معه بالعصابة حضرت الشنطة؟ حضرتها بس خيفان يشتلق وينك؟ بس يجي بتفرجي المصريات بس اوعى تخليه يدقرن يا رب يا رب يا رب تنجينا هديك الشقة قد هيدي ما بعرف ما شفته كل جيران رح ينقلوا واللي ما بده يفل نجمة رح تنقول أقولك بدي أقوله لناظم برادية يا الله رمونا فاهمين بقى أنت مين بديك روجيه ولا ناظم
هلا هودي 5 مليون؟ هودي مليون وفي 4 وحدات مثل هاو، بس بدي اجيبهم كلهم لهون. خليك لحظة بحرص، بدي دق الحنون. قل له الليلة ولا بغير رأيي. لا 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 الليلة الليلة أكيد الليلة، ما أوعى تغير رأيك. إيه حنون؟ حنون الزلمة هون والمصريات معه، بسرعة قبل ما يغير رأيه. وين بده يصير التسلم والتسليم؟ الو، ايه روجي؟ شريف لاقيني عند مورو بعد نص ساعة. يا زلمة انت ما بتنام؟ امبارح ساعة مسربين. يا خي هلا وقت نوم، قوم خلصني. روجي بليز بشرفك بدي نام، بشرفك. وليا ابني صار الظهر، بتضلك نايم؟ أنا صرت عامل 100 شغلة، قوم يلا. شو في هلا؟ هلا بس تروح عند مورو بخبرك، ما تتأخر. باي. باي. ليلي وطي صوتك. لا دخيلك روجي، لا لا لا، انا ما قلي فيها الشغلة. ولي شو قصتك يا عمي؟ انو طلعت مصاري امبارح اليوم عم طلبت النعمة؟ يا خيي مش قصة مصاري. قصة شو لكان؟ على القليل نتهنى بالسهرة اللي عملناها بالحفلة يعني. عيني يا خيي، في افهم منك لوين بدك توصل بالفن؟ انو راس سوقة شو بتعرف؟ مطرب بمطعم. ولك الله يسمع منك، ان شاء الله نوصل. ولي يا عمي سؤال بس، قديش بدك تطلع على الحفلة؟ حسب، انا باخد على الشخص. عظيم، اذا فولت شو بتطلع ليلتك؟ انت هلا لا قدامك ولا وراك، هودي بعدين ما بيعملوا لك شيء. بعدين مدبر شغل قبل الظهر، على القليل بيشتغل بشغله بعرف فيها، مش بروح بشتغل بهذه الشغله انا ما قلي فيها. يا خيي بليز كرمالي بس هالمره بعد هالعمليه وخلصنا. ما في لك، بشرفك يا شريف، هيدي العمليه حرزانه كثير وفيها مصاري بترنجك، وانا بحكي مع الاستاذ بغض النظر عنك. بيقبل قولك؟ لك ما في زعلني، هالمرة أنا خدمة كتير كبيرة، دبرت له محروس. بس أنا بدي أفهم ليه. لا شو بدك تفهم؟ أنت المهم تقبض. هيدي العملية رح تطلعك من 9 أرض لسابع ساعة. العد فادي، أنت وعلاء بتسكر مالة اليمين، محمد ورالف بتسكروا مالة الشمال، بتصف قليتك ورا الشجرة مشان ما تبين. ماشي يلا نفذ. بلال عزيز، انت بتضلك معي هون، ما بتتدخل الا بحاله الخطر القصوى. هذا سيدنا سيدنا بس. بلا بس عزيز، نفذ يلا على السياره. We'll be right back.
سيدنا الحقوني ما تخلوني هون. عزيز ليه عملت هيك؟ ليه عملت هيك؟ لازم يروحوا الأبطال مش لازم يروحوا الحرامي. رجي وينك؟ شريف؟ شريف؟ شريف أنا عم بالجورة. يلا قوم اطلع اطلع هلا بيلقطونا. يا خيي أنا واقع بجورة ثلاث أمتار. يا رجي اطلع هلا بيلقطونا. ناظم وحروس طلعوا متفقين مع بعضهم والشرطة لحقينا بده يكبشونا. بجرفة بتركني ولا. يا خيي أنا ما إلي فيها هالشغلة دخيل عرضك. باي. شريف؟ 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 شريف 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 يلا كنت عارف مش هتركني. شد شد رح يطلع علينا. ايه